عاوزة أكلمكم عن بعض الاستراتيجيات اللي نعملها عشان نزود قوة تأثيرنا. قوة تأثيرنا سواء في العمل أو سواء في الحياة. كلنا يمكن أنا اتكلمت قبل كده عن مفهوم دايرة التأثير. كلنا كل واحد فينا كل واحدة فينا عبارة عن مركز ثلاث دوائر. الدايرة الأولانية بتمثل المحيط اللي أنا تأثيري أكبر عليه. جوه الدايرة دي في الناس اللي أنا أقدر أأثر عليهم. في الدايرة اللي بعدها اللي تأثيري يمكن يكون مش مباشر شوية. الدايرة اللي بعدها الأخيرة خالص هي اللي تأثيري ضعيف جدا جدا عليها. ومش معنى ان في موقف معين او اشخاص معينين بيقعوا في الدايرة الأولانية دي ان انا اقدر أأثر عليهم. هم نظريا في نطاق تأثيري، لكن فعليا لو انا ما عنديش قوة التأثير مش هأثر عليهم. طيب نعمل ايه؟ بنبقى في مواقف في الشغل عايزين يبقى لينا دور، عايزين يبقى لينا تأثير، عايزين لما يبقى في مدخلات معينة احنا بنقولها تتاخد بعين الاعتبار، عايزين كلمتنا تبقى مسموعة. نفس الحكاية في البيت، نفس الحكاية في محيط الأسرة، الأصحاب، الجيران، كل التجمعات الاجتماعية اللي احنا جزء منها. كل واحد فينا وكل واحدة فينا نفسها أو نفسه يكون له قوة تأثير. النهاردة هتكلم معاكم على إزاي بقى نزود قوة تأثيرنا.